داري يا مسؤول هادشي ماشي معقول يا مو 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 داري يا مسؤول هادشي ماشي معقول هادشي ماشي معقول السلام عليكم. انا عامله كيف هاد العمال هنا في هاد الوزين، يعني الضرر اللي كيضرني انا كيضر هاد العمال، ونبغي ترد على ديك الكتيبه اللي كتقول المسائل الكاذبه بان احنا ضد الباترون ديالنا حيت كاين انتخابات. هادشي ما عندناش في الدماغ نهائيا. يعني هذيك الكتيبه هي من الدرجه الاولى خصها تقول بان راه الخدامه خدامين وما كيتخلصوش. خصها تقول هاد الهضره، خصها تقول بان هنا اكثر من 20 ديال الخدامه كتخدم الشهر كامل وما كتخلصش بالسميك، وكدير لها شهر مثلا عندنا فيه اكثر من 200 ساعه كدير لها فيه غير 100 ساعه. يعني كان هذيك العامله راها مغيبه، وهي ديك العامله ما مغيباش، خدامه الشهر كامل باش ما كتعطيهاش الاجره ديالها كامله. وديك الكتيبه كنزيد نرد عليها بان احنا ماشي ضد الباترون ديالنا، احنا ماذا بينا الباترون ديالنا يزيد القدام والامور تزدهر والناس يخدموا. احنا بالعكس، احنا كون كان الباترون ديالنا عطينا الحقوق ديالنا احنا معاه. احنا ديك الكتيبه هي اكبر شفره العمال، ها هما العمال بلي فيش لي بوش ديال باب لا فيش ديالهم دو باي. هنا اكثر من 20 وحده فورماسيون كتحيد لها كتخلص، كتقول لها كنخلصك بالسميك، هي عندها 200 وزياده ديال السوايع كتعطيها غير 50 ولا 60، كانها مغيبه. وهادشي اللي كنقول ماشي كنقولو غير بفمي، كنقولو بالوثائق. وهذيك الكاتبه خصها تعرف بان هاد العمال هما اللي مخدمينها. يعني كون ما يكونوش العمال هنا ديك الكاتبه ما تخدمش، خصها تمشي تخدم تشوف شي جهه اخرى اللي كانت خدامه فيها تخدم فيها. حنا ديك الكاتبه حنا اللي مخدمينها، وحنا اللي كنخلصوها، وحنا ماشي ضد الباترون ديالنا، وحنا معاه. حنا الباترون ديالنا خصو يعطينا حقنا، حنا خدامين بغينا نتخلصوا، بغينا الحقوق ديالنا، ما بغينا حتى شي حاجه. وهذيك الكتيبه هي اكبر شفره هاد العمال، ها هما كلهم عندهم لي فيش ديالهم دوباي، كلهم بلي فيش ديالهم دوباي، يعني قانونيا ماشي شفهيا كما كتقول هي. كتقول حنا ضد الباترون ديالنا، حنا بالعكس، حنا ماذا بينا الباترون ديالنا ينجح ويزيد لنا لي الشين ونخدموا ويجري لنا الماكن، وان حنا المعلم ديالنا خصو يعطينا حقنا، لكل حق حقه. حنا كنجيو هنا باش نخدموا، ماشي كنجيو باش نجلسوا. وهذيك الكتيبه واش تعرفي الكتيبه اللي كتقولي الهضره اللي ما كايناش؟ انت بغيتي ديري الخدامه سلوم الظهر طلعي على ظهرهم. حنا لا بغينا نخدموا غنخدموا من دابا، اما انتيا خصك 100 سي في وسي في عادي الا خدمتي. بقاي تقولي غير الحق، ما كنطلبوا منك حتى شي حاجه تقوليها، قولي غير الحق واش حنا مخلصين ولا ما مخلصينش. قولي غير الحق واش حنا كنستافدوا في الضمان الاجتماعي ولا ما كنستافدوش. قولي واش الامهات المرضعات كيستافدوا ولا ما كيستافدوش. قولي واش الامهات الحاملات واش كيستافدوا ولا ما كيستافدوش. وشكرا. دابا نتوما شكون اللي بغيتو يرد عليكم؟ اللي هو حنا بغينا المسؤول على هذا المعمل. شكون؟ حنا كاينين جوج المسؤولين، حنا بغينا المسؤول على هذا المعمل، وكنطلب من المنظمه ديال حقوق الانسان. حنا كنسمعوا في الاذاعات كاين حقوق الانسان حقوق الانسان، حنا كنطلبوا من المنظمات المسؤوله على حقوق الانسان يجيو يشوفوا ظلم الانسان. ها حنايا هنايا النهار كامل بالجوع وبالعطش والشمس، حنا جالسين هنايا لا خدمه لا ماكله لا 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 خلاص. الكتيبه نوضي خلصي الناس اللي كتقولي الهضره اللي ما كايناش، قولي الحق، راكي ما غاديش تعيشي في الدنيا ديما، قولي غير الحق وما يبقاش فينا الحال. شكرا. يا مدير يا مسؤول هادشي ماشي معقول، يا مدير يا مسؤول هادشي ماشي معقول، يا مدير يا مسؤول